بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات توجيه بالمملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة أسعد بلد تعليمية. إن شاء الله في هذا الفيديو بنحل تمارين كتابي ستودنتس بوك، كتاب الطالب، وكتاب أكتيفيتي بوك، كتاب الأنشطة التي وردت عن قطعة هيلث إن جوردن ريبورت، اللي هو تقرير عن الصحة في الأردن. وكذلك بنحل أسئلة وزارة من سنوات سابقة، وتحديدا وردت في الدورة الصيفية معيدين 2021. وممكن طبعا الكل يستفيد من هذه الأسئلة، سواء كنت نظامي أدبي أو علمي أو غيرهم، ما دام المادة مادة مشتركة بنحلها في آخر الفيديو. طيب قبل ما أبدأ، اللي هو قبل ما أبدأ حل أسئلة الكتابين، وقبل ما أبدأ حل أسئلة الوزارة من سنوات سابقة، عايز أذكرك بأهم النقاط التي وردت في شنو في القطعة. لازم ضروري جدا أنك أنت ترجع للفيديو السابق اللي أنا شرحت فيه القطعة، عشان شرحت فيه القطعة عملت لي ملخص كامل في بداية القطعة في الفيديو الماضي، ثم شرحت لك الكلمات انجليزي انجليزي عربي، ثم شرحت لك القطعة نفسها بالتفصيل، وحلت لك عليها 25 سؤال على نمط أسئلة الوزارة. كل هذا كان في الفيديو السابق. يبقى انت قبل ما تبدأ هذا الفيديو شاهد الفيديو السابق، شاهد الفيديو السابق علشان تقدر تحقق اكبر استفادة ممكنة من هذا الفيديو، علشان انا ما بشرح في هذا الفيديو القطعة، وانما بذكرك باهم النقاط التي وردت في القطعة، وثم بشرح لك اللي هو أسئلة الكتابين وأسئلة الوزارة اللي وردت في اللي هو معيدين 2021. جميل. طيب أبدأ معك اللي هو أهم النقاط، أذكرك بالنقاط اللي وردت علشان تقدر تتجاوب معي شوية في هذا الفيديو. أهم النقاط أو أهم الأفكار اللي وردت في القطعة واللي أنا لخصها لك في الفيديو السابق بذكرك بها تاني الآن في هذا الفيديو. أول حاجة تحدثنا عن أنه هذا التقرير اللي هو عن الصحة في الأردن، التقرير بيشتمل على أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى هي كانت العنوان اللي هو تايتل، وهو كان هيلث إن جوردن اللي هو الصحة في الأردن. علشان التمرين الأول بيسألك بيقول لك ما هو عنوان التقرير، ده عنوان التقرير زي ما أنت شايفه اللي هو هيلث إن جوردن ريبورت، اللي هو تقرير عن الصحة في الأردن. الحاجة الثانية اللي اشتمل عليها التقرير بعد العنوان كانت المقدمة، وعندي عليها أسئلة كذلك، سؤال عن المقدمة وربطه بالخاتمة. ودائما المقدمة اللي هو بخصك فيها الأفكار الأساسية والرئيسية اللي وردت فيها بعد هذه المعلومة. الحاجة الثالثة اللي وردت في التقرير هي كانت ثلاثة عناوين فرعية، كل عنوان عليه فقرة. العنوان الأول كان اللي هو العناوين الفرعية اللي هي اسمها sub headings، اللي هو بعدين عليها سؤال في التمرين الأول بيقول لك ما هي فائدة هذه العناوين الفرعية، يعني شو بنستفيد من هذه العناوين الفرعية وجودها في التقرير، وأنا بجاوب لك عليه باعتباره سؤال critical thinking، تفكير ناقد، بجاوب لك بكلمات بسيطة جدا وانت ممكن تستعين بالإجابة أو تجاوب من عندك عادي، ما في مشكلة. اللي هو العناوين الفرعية كانت كل واحدة عليها فقرة، والآن بلخصها كل واحدة، كل ما جاء في فقرة أي واحدة منهم من الثلاثة دول: هيلث كير سنترز اللي هو مراكز الرعاية الصحية، والهوسبيتالز اللي هو المستشفيات، تحدث التقرير عن المستشفيات، وتحدث عن لايف اكسبكتنسي اللي هو المتوسط العمر المتوقع. كل واحدة أنا بعطيك على فكرة الآن عن أهم المعلومات اللي وردت في الفقرة الخاصة بها. أخيرا اللي هو الكونكلوشن اللي هو الخاتمة. الخاتمة هي بتلخص أو بتأكد ما أتى في المقدمة، وعليها سؤال في نفس التمرين الأول اللي هو بيقول لك ما هي العلاقة بين المقدمة والخاتمة، يعني ما هي العلاقة بين المقدمة والخاتمة اللي موجودة في التقرير، وأنا بوريك بعدين ألخص لك المعلومات اللي وردت في الخاتمة والمعلومات اللي وردت في المقدمة، وأوريك إنهم هم كيف بعدين في السؤال مرتبطين ببعضهم البعض. جميل. إذن دي الأربع أشياء اللي وردت: العنوان اللي هو تايتل اللي هو هيلث إن جوردن ريبورت، وعند المقدمة اللي هو إنتروداكشن، وعند نمرة ثلاثة العناوين الفرعية سب هيدينجز، وقلنا هم ثلاثة هيلث كير سنترز مراكز الرعاية الصحية، هوسبيتالز المستشفيات، ولايف اكسبكتنسي متوسط العمر المتوقع، وأربعة الخاتمة كونكلوشن اللي هو دي العناصر الأساسية اللي وردت في تقرير الصحة عن الأردن. طيب ألخص لك أهم المعلومات التي وردت عن المقدمة. أهم المعلومات التي وردت عن المقدمة نقسمها لقسمين، اللي هو القسم الأول تحدثت المقدمة عن إنه الأوضاع الصحية في الأردن هي من بين الأفضل في الشرق الأوسط، اللي هو Health Conditions in Jordan are among the best in the Middle East.
تحدثت عن شنو؟ عن انه اوضاع صحيه في الاردن من بين الافضل في دول الشرق الاوسط، اي الدول اللي حواليه الاردن. هذه الاردن تعتبر من بين الافضل، ما احسن منهم، لكن من بين الافضل في شنو؟ في الانظمه الصحيه اللي موجوده في الشرق الاوسط. السبب اللي جعل الاردن النظام الاوضاع الصحيه في الاردن هي من بين الافضل في الشرق الاوسط هو التزام الدوله، حسب ما ورد في التقرير، هو التزام الدوله بجعل الرعايه الصحيه للجميع اولويه قصوى، اللي هو the country's commitment to making health care for all a top priority، اللي هو التزام الدوله بجعل الرعايه الصحيه للجميع اولويه قصوى. التزمت الدوله بانها تجعل او في اولوياتها الرعاية الصحية، فهذا أدى لجعل الأوضاع الصحية في الأردن من بين الأفضل في الشرق الأوسط. طيب، هل هو هنا كمان في المقدمة ذكرت بالنسبة لي اللي هو العوامل التي جعلت مجتمعنا أكثر صحة، في نفس الفقرة بتاعت المقدمة ذكرت 6 عوامل أساسية ركزت عليها الدولة الأردنية، وهذه العوامل الأساسية انعكست بصورة إيجابية على المستويات الصحية وجعلت شنو؟ جعلت المجتمع الأردني أكثر صحة، اللي هو the factors that have made our community اللي هو healthy، العوامل التي جعلت مجتمعنا أكثر صحة، أذكرهم لك بسرعة اللي هم 6، وبعدين اللي هو عليهم أسئلة. اللي هو أول حاجة تطورات في التعليم advances in education، والأوضاع الاقتصادية economic conditions يعني تطورات في الأوضاع الاقتصادية، التطورات اللي حصلت في نظام الصرف الصحي sanitation 3، 4 التطورات اللي حصلت في أنظمة المياه النظيفة اللي هو clean water، 5 التطورات التي حصلت في الأنظمة الغذائية اللي هو diet، والتطور اللي حصل في السكن اللي هو housing. إذن هم الستة دول التطورات في التعليم advances education، 2 الأوضاع الاقتصادية economic conditions، 3 الصرف الصحي sanitation، 4 المياه النظيفة clean water، 5 اللي هو ديت الغذاء، 6 اللي هو housing السكن. هذول الستة مع بعض جعلوا المجتمع الأردني أكثر صحة. جميل. طيب اللي هو نشوف بعد ذلك، قلنا نحن يحتوى التقرير على شنو؟ على عنوان ومقدمة وعناوين فرعية وخاتمة. نشوف العنوان الفرعي من بين الثلاثة، العنوان الفرعي الأول اللي هو مراكز الرعاية الصحية، واللقص فيه وأهم المعلومات التي وردت فيهم. طيب اللي هو مراكز الرعاية الصحية بتقول بسبب التخطيط الحذر اللي هو careful planning، التخطيط الحذر يعني التخطيط المدروس أو التخطيط الدقيق اللي قامت به الدولة الأردنية، حصل شنو؟ إنه خدمات الرعاية الصحية ازدادت بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية. ماشي. The number of health care services اللي هو has been increasing، اللي هو خدمات الرعاية الصحية ازدادت بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية. السبب هو التخطيط الحذر، بسبب التخطيط الحذر اللي هو careful planning المكتوبة بالأسود تحت مراكز الرعاية الصحية، أو ممكن نقول عنه اللي هو التخطيط الدقيق، أو ممكن نقول عنه التخطيط اللي هو التخطيط المدروس. طيب بسبب التخطيط المدروس اللي هو حصلت 3 إنجازات أساسية فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية. أول واحدة، تم بناء أكثر من 800 مركز صحي اللي هو Health Care Centers. ماشي. تم بناء أكثر من 800 مركز صحي من أنواع مراكز الرعاية الصحية المختلفة، واردة كده في القطعة. 2، تم بناء 188 عيادة لطب الأسنان Dental Clinics اللي هو 188 عيادة لطب الأسنان تم شنو؟ تم بناؤها. ده كإنجاز تاني حصل في خدمات الرعاية الصحية. في عام 2014، تم تحصين 98% من الأطفال الأردنيين، وهذا يعتبر إنجاز كبير بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لوزارة الصحة الأردنية، أو بالنسبة لفرق التطعيم اللي قامت بهذا الشيء، وإنجاز في النهاية هو للدولة الأردنية. جميل. إذا مراكز الرعاية الصحية وردت فيها هذه المعلومات بسبب التخطيط الحذر، إنه حصلت إنجازات كبيرة جدا، ازدادت خدمات الرعاية الصحية بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية، قلنا اللي هو الثلاثة دول. تم بناء أكثر من 800 مركز صحي Health Care Centers، ونمرة 2، تم بناء 188 عيادة لطب الأسنان Dental Clinics، ونمرة 3، في عام 2014 تم تحصين 98% من الأطفال الأردنيين اللي هو Immunized، أي تم تحصينهم. طيب في نفس الفقرة
اللي خاصة بمراكز الرعاية الصحية يوجد اللي هو سطرين أخيرات، وقلت هدول السطرين الأخيرات أنا شخصيا ما أعرف إيه شنو علاقتهم بمراكز الرعاية الصحية، ولكنهم هم موجودين. ربما أرادت وزارة التربية والتعليم ربط المياه والكهرباء بشنو بخدمات الرعاية الصحية، باعتبار أن خدمات الرعاية الصحية في المناطق اللي بتتوفر فيها المياه والكهرباء بتكون أفضل وأجمل وهكذا يعني، على ما أعتقد كده. لكن السطرين دول ما بعرف المغزى وضعهم هنا في شنو في هذه الفقرة. السطرين بيتحدثوا عن المناطق النائية في الأردن، اللي هو المناطق النائية هي مناطق البدوية أو المناطق بتكون في بادية والمناطق البعيدة عن مناطق الحضر في الأردن، عن المدن يعني اللي بتتوفر فيها الخدمات الصحية. بيقول إنه المناطق النائية هذه في الماضي in the past كانوا الناس غير موصولين بشكل ثابت بالمياه النظيفة والكهرباء، يعني في مشكلتين كانوا بيعانوا منهم، ما عندهم مياه نظيفة صالحة للشرب وما عندهم كهرباء، اللي هو people had been without consistent access to electricity and safe water، اللي هو لم يكونوا الناس موصولين بشنو بشكل ثابت بالمياه النظيفة والكهرباء في الماضي. إما الآن بيقول ما يقارب 99% من سكان البلاد موصولين بالمياه والكهرباء. Almost 99% of the country's population now has access. الآن موصولين. جميل. إذن هذا إذا وردت عليها أسئلة يعني في الغالب إنه هي ما هي الخدمات التي يعاني منها الناس في شنو؟ في المناطق النائية في الماضي اللي هو هي الكهرباء والمياه النظيفة، أو ما هي الخدمات التي كانت غير متوفرة في المناطق النائية والآن أصبحت متوفرة بنسبة 99% للسكان، فهذه هي الكهرباء والمياه النظيفة. جميل. طيب بنشوف اللي هو الجزئية الثانية من العنوان الفرعي الثاني. ده العنوان الفرعي الأول هيلث كير سنترز اللي هو مراكز الرعاية الصحية. العنوان الثاني هو الهوسبيتالز المستشفيات. المستشفيات الفقرة بتاعتها أهم ما جاء فيها من معلومات اتحدثت إنه مع إنه الدولة تهتم، تحدثت عن إنه الدولة الأردنية ليها نوعين من المؤسسات. أول حاجة مؤسسات الطبية الأساسية، مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية، ومؤسسات الطبية المتطورة. مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية هذه زي المستشفيات الحكومية، زي مراكز التطعيم، زي الأشياء اللي زي كده يعني، موجودة في كل الدول الفقيرة والغنية. إما المؤسسات المتطورة هي ما بتوجد إلا في الدول اللي فيها شنو فيها اللي هو انتعاش صحي، يعني فيها حركة صحية ممتازة أو فيها مثلا أوضاع صحية متميزة. جميل. طيب بيقول مع أن الدولة تهتم بشكل أساسي بتحسين مرافقها للرعاية الصحية الأساسية، ده النوع الأول من أنواع المرافق الصحية الموجودة في الأردن اللي هو Primary Health Care Facilities اللي هي مرافق الرعاية الصحية الأساسية وهي موجودة في كل دول العالم. الدولة الأردنية تهتم بمرافقها للرعاية الصحية الأساسية، وإلا أنها كمان ما لم تهمل not neglected اللي هو كلمة neglected اللي هو تهمل، لم تهمل مرافقها الطبية المتطورة اللي هو advanced medical facilities اللي هو مرافقها الطبية المتطورة. إذن الأردن تهتم بمراكزها الصحية الأساسية ومراكزها الصحية المتطورة مع بعض، يعني بنفس القدر من الاهتمام بهم الاثنين. طيب اهتمامها بالمراكز بشنو بمرافقها الطبية المتطورة، لأن المرافق الطبية المتطورة هي اللي بتجذب لك ما يعرف في السياحة العلاجية، هي اللي بتجيب لك الناس من الخارج عشان يتعالجوا، هي اللي بتوصل سمعة الأطباء الأردنيين علشان بيكونوا بوفروا خدمات طبية قد لا تتوفر في باقي دول الشرق الأوسط. جميل. طيب بيقول إنه نتيجة لذلك لاهتمام الدولة بمرافقها الطبية المتطورة حصل حاجتين. أول واحدة انتشر سمعة الأطباء الأردنيين في المنطقة اللي هو reputation of أردنيان دكتورز، ما لا حصل ليش شنو سبريد انتشرت، ويأتي المرضى نمرة 2 إلى الأردن يعني من كل أنحاء الوطن العربي أو من خارج الوطن العربي إلى الأردن لإجراء جراحة القلب المفتوح اللي هو Open Heart Surgery. بيجوا الناس دول، إنجازين حصلوا بسبب اهتمام الدولة الأردنية بمرافقها الطبية المتطورة. جميل. ده هذا أهم ما ورد في شنو المعلومات اللي وردت في المستشفيات، إنه ليهم نوعين من مرافق الطبية، واحدة أساسية وواحدة متطورة، والاهتمام بالمرافق المتطورة أسوة بالمرافق الأساسية حصل له نتيجتين، انتشر سمعة الأطباء الأردنيين في المنطقة، ويأتي المرضى إلى الأردن لإجراء اللي هو جراحة القلب المفتوح.
طيب نشوف العنوان الفرعي الثالث. قلنا انه نحن شنو كان عنوان ثم مقدمة ثم عناوين فرعية ثلاثة، تحدثنا عن مراكز الرعاية الصحية وتحدثنا عن المستشفيات. نتحدث عن العنوان الثالث قبل ما نختم، قبل ما نشتغل الخاتمة ثم نبدأ أسئلة الكتابين وأسئلة الوزارة. طيب العنوان الثالث كان هو لايف اكسبكتنسي، متوسط العمر المتوقع. بيقول انه متوسط العمر المتوقع تبين يعني العمر المتوقع انه يعيشه الأردني زمان وحاليا. قال أرقام متوسط العمر المتوقع تبين أن نظام الرعاية الصحي الأردني، نظام الرعاية الصحية الأردني كان ماله ناجح successful ماشي. والدليل يلا نشوف بالأرقام بالحساب، رياضيات يعني ماشي. بيقول إنه زاد متوسط العمر المتوقع للأردني من 50 سنة في عام 1965 إلى 74.6 في عام 2017 اللي هو average life expectancy. بيقول زاد متوسط العمر، يعني في سنة 95 كانوا غالبية العظمى من الأردنيين بيموتوا في سن 50 سنة، الآن في 2017 دي طبعا 2022 ممكن يكون زاد الرقم بتاع متوسط العمر المتوقع أكثر من كده، لكن آخر إحصائية في 2017 بتقول إنه صار الأردني غالبية العظمى من الأردنيين إن شنو بيموتوا في عمر 74 سنة ونص كمان، يعني 74.6، وهذا يعتبر إنجاز. أي قلت عدد الوفيات في الأشخاص، في عدد الأشخاص الكبار، يعني صارت الناس تعيش أكثر وأكثر، تعيش فترة أطول وأطول. طيب نمرة اثنين ده باعتباره شغل رياضي إن شنو بيثبت لي من خلال المتوسط رقم الرقم العمر المتوقع للأردني إنه يثبت لي إنه هذا شنو هذا إن نظام الرعاية الصحية في الأردني نظام ناجح. نمرة اثنين انخفضت معدلات وفيات الرضع اللي هو infant mortality rates من 70 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة في عام 1981 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة في عام 2017. يعني في عام 1981 كان في كل 1000 طفل بيلدوه في الأردن كانوا بيموتوا 70 طفل ماشي. الآن في عام 2017 إنه في كل 1000 طفل بيلدوه كانوا بيموتوا فقط 15 طفل، وهذا بيعني إنه شنو عدد الوفيات بتاعت الأطفال قلة، وهذا بيدل على شنو على أن النظام الصحي في الأردني متطور. إذن أرقام متوسط العمر المتوقع الاثنين دول بتبين لي بالرياضيات وبالحساب وبالأرقام بتبين لي إنه نظام الرعاية الصحية الأردني ناجح. جميل. طيب بنشوف اللي هو بعد الخاتمة. الخاتمة بتقول آخر حاجة اللي هو نحن قلنا شنو يتكون من عنوان ثم مقدمة ثم ثلاثة عناوين فرعية لخصتم لك كلهم هذول، فضلت الخاتمة. الخاتمة دائما بتتحدث عن شنو، عم تؤكد ما ورد في المقدمة، تؤكد ما ورد في المقدمة. وركز معي علشان بعدين في أسئلة سؤال critical thinking في التمرين الأول في التمرين الثاني بيربط بين شنو، بيربط بين الخاتمة والمقدمة، إنه بيقولك ما هي العلاقة بينهم. الخاتمة بتقول إنه العوامل، طبعا في المقدمة ذكر إن شنو الأوضاع الصحية في الأردن من بين أفضل في الشرق الأوسط، وذكر العوامل التي جعلت مجتمعنا الأردني أكثر صحة. الست عوامل الأساسية: التطورات في التعليم، وتطورات في الأوضاع الاقتصادية، والتطورات في الصرف الصحي، وفي المياه النظيفة، وفي السكن وكده ماشي. ذكر هذه كل التطورات. الآن أنت عايز تربط التطورات هذه بما يحصل في الأردن الآن. قال العوامل التي ساعدت إنه هذه التطورات اللي حصل في المقدمة أدت لشنو؟ أدت إلى نمو سكاني صحي في الأردن. طيب نشوف ما هي العوامل الأساسية الملخصة في الكلام اللي مضى كله اللي أدت للنمو، ساعدت على النمو السكاني الصحي، ما نمو سكاني زي نمو سكاني صحي في الأردن. أول حاجة معدل وفيات الرضع المنخفض اللي شرحناه فوق قبل شوية ماشي، إنه صاروا الأطفال بيموتوا بنسبة أقل مما حصل في الماضي، الأطفال المولودين جدد يعني ماشي، اللي هو زلو إنف مورتاليتي ريت، هذا عامل أدى إلى نمو السكان الصحي في الأردن. نمرة اثنين نظام الرعاية الصحي الممتاز اللي تحدث عنه فوق، إنه اهتمام بالمرافق الصحية الأساسية واهتمام بالمرافق الصحية المتطورة، كل هذا أدى إلى نظام الرعاية الصحي الممتاز في الأردن اللي هو the excellent health care system. إذن طيب إذا حصل نمو صحي سكاني للأردنيين، ما هي الفوائد النمو السكاني الصحي في الأردن؟ يعني شنو احنا بنستفيد منه؟ بنستفيد منه اللي هو زي ما ورد في القطعة، انه توفر القوة العاملة القوية اللي هو strong workforce، واللي هو بالإضافة للفوائد للبلد
الفوائد الاقتصادية للبلد بأسره، زي ما موجودة في آخر القطعة، إنه في النهاية بيقوم شنو؟ بتقوم هذه التطورات الصحية بتأدي لما يعرف، ممكن تعود لما يعرف بالسياحة العلاجية، اللي هي بتعتبر رافد أساسي من روافد الاقتصاد الأردني، اللي بتدعم الاقتصاد الأردني. إذا هذه أهم المعلومات الأساسية اللي وردت في شنو؟ في التقرير، اللي هو عنوان التقرير، مقدمة التقرير، الثلاثة عناوين الأساسية، الثلاثة عناوين الفرعية اللي وردت في التقرير، اللي هو الهيلث كير سنترز، مراكز الرعايه الصحيه، والتطورات اللي حصلت في الهوسبيتالز في المستشفيات، ومتوسط العمر المتوقع، وفي النهايه الخاتمه. ماشي؟ طيب نشوف اللي هو الاسئله بتاعت الكتابين بتاعتنا بسرعه. تمرينين هم فقط، تمرينين، ولكن التمرين الثاني شويه بده انه، لانه فيه تقريبا ثلاث اسئله كلهم كريتيكال ثينكينج، تفكير ناقد. جميل. التمرين الاول سهل جدا، وتقريبا انا جاوبت عليه بطريقه مباشره او غير مباشره في الفيديو السابق. طيب نشوف التمرين الاول، قلنا هم تمرينين فقط، ثم نحل اسئله الوزاره. التمرين الاول: What do the words in bold from the report means؟ ماذا تعني الكلمات المكتوبه بالخط القامق في التقرير؟ في التقرير في كلمات انا كاتبهم لك في الفيديو الماضي باللون الزهري، وواضع لك فيهم خطوط يعني بلون مميز عن باقي الكلمات، وواضع لك تحتهم خطوط واضحه على اساس انك انت تميزهم. هذه الكلمات اللي هو عايز معناها انجليزي انجليزي، انا كاتبه لك انجليزي انجليزي عربي، شرحتها لك في الفيديو الماضي انجليزي انجليزي عربي، اشرح عليك الان كمان، بذكرك ليها بالمره الثانيه انجليزي انجليزي عربي. قال اعمل التمرين اللي هو work in pairs، in pairs اللي هو اعمل التمرين انت وزميلك. الكلمات هي الوردت عايز sanitation، الصرف الصحي، شرحته في المره اللي فاتت، هو the system which supply water and deal with human waste، الصرف الصحي هو الانظمه التي تزود بالماء وتتعامل مع فضلات الانسان، هي الأنظمة اللي بتزودنا بالماء وما لو بتتعامل مع شنو؟ مع فضلات الماء. عندي كلمة دينتال، دينتال سني، طبعا الكلام ده شرحته في بالتفصيل في الفيديو الماضي، الآن بذكرك إياه بس. كلمة دينتال معناها سني، حاجة مرتبطة بالأسنان، زي مثلا اللي هو دينتال كلينيك، الدينتال كلينيك اللي هو عيادة طب الأسنان، دينتال سني اللي هو ريليتنج تو تيث، اللي هو له علاقة بالأسنان. سني يعني شنو؟ له علاقة بالأسنان. طيب اللي هو كانوا هم خمسة كلمات، نشوف الكلمات اللي بعده، اللي هو عندي كلمة immunization. immunization أنا في الفيديو الماضي ما ذكرتها، لأنه أصلا ذكرتها في الفيديو القبلي، هو في شنو complementary medicine، الطب التكميلي، عرفتها لك وما حبيت أكررها تاني في الفيديو الماضي، بس هنا لازم أذكرها لك لأنها موجودة في التمرين. immunization التطعيم اللي هو the process by which an individual's immune system becomes protected against an illness، اللي هو التطعيم هو العملية التي عبرها ماله يصبح الجهاز المناعي للفرد محمي ضد الأمراض، هو العملية التي عبرها يصبح الجهاز المناعي للفرد محمي ضد الأمراض. immunization the process by which an individual's immune system becomes protected against an illness. طيب عندي كلمة infant mortality، شرحتها في الفيديو الماضي، اللي هو معدل وفيات الرضع، وهو deaths amongst babies or very young children، اللي هو هي الوفيات بين الرضع أو الأطفال الصغار جدا، هذه بنقول عنها شنو؟ infant mortality، معدل وفيات الرضع، هي الوفيات بين الرضع أو الأطفال، وفيات بين الأطفال الصغار جدا. طيب عندي كلمة workforce اللي هو القوى العاملة، the people who are able to work، اللي هو القوى العاملة هي الناس القادرين على العمل، أي شخص قادر على العمل بندمجه من ضمن القوى العاملة. إذا هدول الخمسة كلمات الأساسية اللي وردوا في شنو؟ في التقرير، وكانت عليهم خطوط باللون الزهري، لو رجعت للفيديو السابق كنت عاملهم، كانت كل الكتابة باللون الأسود، لكن هم دول بالذات كاتبهم باللون الزهري وتحطهم خطوط، ماشي؟ الخمسة كلمات هذه. جميل. طيب نشوف اللي هو السؤال الثاني في الكتاب، وهو ضروري عشان بيتحدث عن القطعة مباشرة، اللي هو قال read the report again، اقرأ التقرير مرة أخرى، an answer these questions، وجاوب على هذه الأسئلة، موجود في كتاب students book صفحة 18. ماشي؟ زي التمرين الفوق موجود كمان في students book صفحة 18. طيب قال اللي هو what is، طبعا الناس اللي بتتابع معي في الدوسية ممكن تفتح الدوسية اللي هو صفحة 34 على ما اعتقد، ماشي، 34 33 او 34 بتلاقيهم، ماشي، بتلاقي هذا الكلام مكتوب. طيب الدوسيات اللي خاصة بي، والناس اللي ما عندهم يحصلوا عليها من شنو؟ من مكتبة روان.
طيب بيقول اللي هو نمرة واحد اللي هو في هذا التمرين قال what is the title of title of شنو of the report، ما هو عنوان التقرير؟ عنوان التقرير طبعا هو عنوان القطعة اللي هو health in Jordan report اللي هو التقرير عن الصحة في الأردن. طيب نشوف السؤال الثاني والثالث والرابع، الأربعة دول critical thinking، الأربعة دول critical thinking، اثنين وثلاثة وأربعة ماشي، ولكن ممكن نستعين بصورة مباشرة جدا جدا من شنو من القطعة أو نجاوب عليهم من عندنا. طيب قال what is the purpose ماشي، what is the purpose of the subheadings، ما هو الغرض من العناوين الفرعية بتاعت مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومتوسط العمر المتوقع؟ ما هو السر في وضع التقرير بهذه العناوين؟ لشنو ما كتبوه كله كده مع بعض ماشي؟ طيب قال what is the purpose of the subheadings before different sections بديفرنت سكشنز، اللي هو ما هو الغرض من العناوين الفرعية الموجودة قبل الأقسام المختلفة في التقرير؟ طبعا في أقسام مختلفة في التقرير اللي هو زي ما قلت لك مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومتوسط العمر المتوقع، اللي هو ما فائدة هذه العناوين بالإضافة لكلمة مقدمة نفسها مكتوبة introduction، وكذلك اللي هو الخاتمة مكتوبة conclusion في صورة بتاعة عنوان. هذه العناوين الفرعية اللي هي الانترودكشن و البعدة اللي هو هيلث كير سنترز، العنوان الثالث كان هوسبيتالز، والعنوان الرابع كان لايف اكسبكتنسي، والعنوان الخامس كان كونكلوشن، اللي هو هذه العناوين الخمسة ما هي فائدتها في التقرير؟ طيب أنا كتبت عليك بكلمات واضحة، الكلمات أنا الكاتبة لك بالأخضر هي الكلمات اللي ممكن تكون جديدة عليك، طلعها في دفتر الكلمات الخاص بك علشان تساعدك لما يجيك سؤال زي كده مثلا في الامتحان تعرف تجاوب عليه وإذا جات القطعة في الامتحان. قال the subheadings اللي هو العناوين الفرعية، لغاية هنا ما جبت حاجة من عندي. tell the reader تخبر القارئ، كلمات بسيطة tell بتعريفها وreader بتعريفها، reader قارئ جاي من كلمة read، تخبر القارئ what عما تعريفها ما أو ماذا، هنا جاي شنو ما جاي سؤال عما، يعني السبب الأول للعناوين الفرعية هي أن العناوين الفرعية تخبر القارئ عما the section will be about، عما سيكون عليه موضوع القسم. كلمة section قسم أو جزء أو فرع، جزء أو قسم أو فرع أنا كاتبه لك بالأخضر، ربما تكون كلمة جديدة عند بعض الناس، قوم إنك أنت شنو أكتبها عندك في الخارج وأكتبها، أكتبها وترجمها عندك في الخارج ماشي. سكشن معناها جزء أو قسم، يعني الفائدة الأولى من وجود العناوين الفرعية أن العناوين الفرعية تخبر القارئ عما سيكون عليه موضوع القسم. القسم يعني لما أنا أقرأ مستشفيات معناه الكلام ده، كلمة مستشفيات عنوان معناته الكلام اللي جاي ده كله عن المستشفيات. لما أقرأ مراكز الرعاية الصحية معناتها كعنوان معناه اللي بيجي بعد ده كله، يبقى بيتوهم القارئ هذا الكلام. أول ما أقرأ مقدمة معناتها أنا عايز أقرأ كلام عام عن الأوضاع الصحية في الأردن، لما أقرأ خاتمة معناتها عايز أقرأ ملخص عما ورد في المقدمة عن هذه شنو عن الأوضاع الصحية في الأردن، بيوحيلك هذا الكلام. يبقى دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية if it is a very long report، لو كان التقرير إذا كان التقرير طويل جدا، إذا يعني تقرير أطول من كده كتير، إذا كان التقرير طويل جدا ماشي، زي are زي دي بتعود للعناوين الفرعية، زي are very useful in helping، إذا كانت زي هذا تعود للعناوين الفرعية، فالعناوين الفرعية مفيدة جدا في شنو in helping، في مساعدة the reader، في مساعدة القارئ to find، عشان ما يوجد شنو particular pieces اللي هو علشان ما يوجد شنو على عشان ما يجد أجزاء معينة of information من المعلومات and making the text، على أجزاء معينة من المعلومات والتي تجعل النص، ما دي نمرة ثلاثة. طيب لغاية هنا نركز على نمرة اثنين، نمرة ثلاثة اللي هو بعد كلمة and دي نمرة ثلاثة. طيب نحن نشوف كده نمرة اثنين قال شنو، قال if it is a very long report، لو كان التقرير طويل جدا، زي قلنا تعود لشنو الساب هيدينجز، فإن العناوين الفرعية are very useful، مفيدة جدا in helping، في شنو في مساعدة زريدر، في مساعدة القارئ to find particular pieces، particular pieces معناتها أجزاء معينة من شنو من المعلومات of information من المعلومات، يعني مثلا
إذا إنك أنت عايز معلومة عن المستشفيات، ما حمشي أبحث عن المقدمة، ولا حمشي أبحث عن الخاتمة، ولا حبحث عن مراكز الرعاية الصحية، حمشي أشوف عنوان المستشفيات وأبحث فيه. إذا عايز معلومة عن الخاتمة، ما بمش بفتشها في المقدمة، ولا بفتشها في المستشفيات، وإنما بمش في العنوان بتاع الخاتمة وأبحث عنه وأطلع المعلومة اللي أنا عايزها. إذا وجود العناوين الفرعية بيساعد القارئ في الحصول على المعلومات، على معلومات من الأجزاء معينة بسرعة، يعني أقدر احصل عليها بسرعة. جميل، هذه فايدة. الفايدة الاولى تخبر القارئ عما سيكون عليه موضوع هذا الجزء، والثانية بتساعد القارئ في الحصول على شنو، على جزئيات معينة من المعلومات، على اجزاء معينة من المعلومات بتعتبر هي مفيدة بالنسبة له كثير. الحاجة الثالثة اللي هو انا ذكرتها، and making the text easier to read، وتجعل النص اسهل للقراءة. اسهل للقراءة، لو خلبطوهم لك مع بعض من دون عناوين تجي انك انت بتكون شنو، مرتبك، وما بتكون الموضوع بالنسبة لك أسهل. لكن لما تجد مثلا سؤال عن المستشفيات، أرجع طوالي مباشر لفقرة المستشفيات وأجيبه. إذا كان life expectancy، العمر المتوقع، أجيبه العمر المتوقع. إذا دي ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى the subheadings tell the reader what the section will be about، اللي هو العناوين الفرعية تخبر القارئ عما سيكون عليه موضوع القسم أو الجزء. نمرة اثنين if it is a very long report، اللي هو لو كان التقرير، إذا كان التقرير طويل جدا، they are very useful in helping the reader to find particular pieces. فالعناوين الفرعية مفيدة جدا في مساعدة القارئ على العثور على أجزاء معينة من المعلومات. نمرة ثلاثة and شنو؟ and making the text easier to read، وهي تجعل أيضا النص ماله أسهل للقراءة. جميل؟ واضحة، يعني ما في كلمات ممكن تكون صعبة عليك في الإجابة هذه كلها، اللي هو غير كلمة section، كلمة particular pieces، وممكن pieces هذه ورط على الناس كلها، اللي هو قطع أو أجزاء أو حاجة زي كده، ماشي؟ particular معين برضه مرت على الناس ما مذكرة. إما باقي الكلمات لاحظ ليها كلها كلمات بسيطة وسهلة وما في أي حاجة مرت بك من خمسة ابتدائي، ماشي؟ طيب نشوف اللي هو بعدها السؤال الثالث، برضو critical thinking. الأول كان critical thinking تفكير نقد، وهذا critical thinking. قال what is the link between the introduction and the conclusion، ما هو link الرابط، ما هو الرابط بين المقدمة والخاتمة. يلا جميل، يلا عايم معي. هذه ممكن تجيبها من النص نفسه، هو critical thinking لكن من النص. في النص بيقول شنو، بيقول اكتب الكلام ده مثلا في النص، انا كاتبه لك هنا ومختصر لك، ماشي؟ اكتبه اللي هو انه الاوضاع الصحي، السطر الاول في النص الاوضاع الصحي، ده في المقدمة، ما انت عايز تربط المقدمة بالخاتمة. المقدمة بتقول ان الاوضاع الصحية في الاردن من بين الافضل في الشرق الاوسط، وان هنالك ستة عوامل جعلت مجتمعنا اكثر صحة، وهي الستة عوامل هذه الاوضاع الاقتصادية والصرف الصحي والمياه النظيفة والغذاء والسكن، ماشي؟ هذه التطورات في هذه الاشياء جعلت مجتمعنا أكثر صحة. جميل، ده الورد في المقدمة، أربطه بالخاتمة. الخاتمة بترى إنه هذا الكلام اللي قال في المقدمة يرتبط بإن شنو، بإنه قد جعل نظام الرعاية الصحي في الأردن ممتاز. جميل، اللي هو نظام الرعاية الصحي في الأردن ممتاز، ده ورد في الخاتمة، ماشي؟ والدليل إن شنو يعني. طيب أنا أقرأهم لك علشان شنو، عشان ما أطول عليك، أقرأهم لك وأوريك إنه شنو، كيف أنا ربطتهم زي ما أنت شايفهم الآن أمامك. أول حاجة كتبت health condition are among the best in the middle east، جميل، اللي هو الأوضاع الصحية في الأردن، السطر الأول من التقرير، الأوضاع في المقدمة، الأوضاع الصحية في الأردن من بين الأفضل في الشرق الأوسط. جميل، يلا and advances، أنا ما قاتبه لك، ما بدي أطول عليك الموضوع هذا، أنت أكتبهم التطورات in education، التطورات اللي موجودة في شنو، في economic، مش كده، في economic conditions، الأوضاع الاقتصادية، أنا ما قاتبهم، بس كاتب لك نقاط عين نقاط بالأخضر دي، ماشي؟ اللي هو أنت أكتبهم، اللي هو التطورات في الأوضاع الاقتصادية، والتطورات اللي هو الأول حاجة في التعليم، اللي هو شنو education، ماشي؟ and اللي هو الأوضاع الاقتصادية economic conditions، وفي السانيتيشن في الصرف الصحي، وفي الكلين ووتر المياه النظيفة، وفي الغذاء اللي هو ديت، والسكن and housing اللي هو، دول كلهم كتبتم كده مع بعض، دول مالهم have made our community healthier، جعلوا مجتمعنا ماله صحي. يعني أنا ما كتبت الكلام الكثير ده عشان ما أطول على ما أنت عارف أصلا الكلام ده، أبدأه من كلمة advances لغاية كلمة healthier في الفقرة بتاعت المقدمة. جميل، لغاية هنا اكتفي بالمقدمة،
ده الكلام عشان انت عايز تربط ما هو المقدمة، الربط بين المقدمة والخاتمة. جميل، لغاية هنا اجيف. يعني السطرين هدول لو الثلاثة سطور اكتبهم كده واجيف في المقدمة انه كتبت الاوضاع الصحية من بين الافضل في الاردن والتطورات في التعليم والاوضاع الاقتصادية والصرف الصحي والمياه النظيفة والغذاء والسكن، ماشي، جعل مجتمعنا اكثر صحة، have made our community healthier. لغاية هنا انتهى. اجي اكتب كلمة links، ماشي، يعني شنو؟ يعني تربط، يعني هذا الكلام links يرتبط، يعني الكلام الماضي ده كله يرتبط links، يرتبط with شنو؟ اجي اكتب من شنو؟ من الخاتمة. اكتب من الخاتمة شنو؟ السطور المحدد اللي بيقول excellent health care system، ماشي، اللي هو هذا الكلام يرتبط مع شنو؟ مع نظام الرعاية الصحية الممتاز، انه اصبح لدينا نظام رعاية صحية ممتاز. طيب نظام الرعاية الصحية الممتاز ساهم في شنو؟ contributing factors، اللي هو ساهم والعوامل المساهمة في شنو؟ في to Jordan's health population growth، في النمو السكاني الصحي في الأردن. طيب لو انت ما عايز تكتب الكلام الأخير ده، اكتب العوامل التي ساعدت على النمو السكاني الصحي في الأردن، اللي هم العاملين اللي مذكورين في آخر، اللي هو شنو؟ معدل وفيات الرضع المنخفض، صح؟ معدل وفيات الرضع المنخفض مكتوبة في النص كده، يعني يتذكر كده، ماشي. أنا مش موجودة أمامي نص، لكن شنو موجودة أمامي تمارين، ما عايز أرجع عليها. على كل حال أنت شرحتها في المرة اللي فاتت، إنه النص ماشي، اللي هو الأشياء التي جعلت مجتمعنا أكثر، الأشياء التي جعلت إنه نظام الرعاية الصحية بتاعنا ممتاز، العوامل اللي ساهمت في النمو السكاني الصحي النمو السكاني الصحي للأردن، هو معدل وفيات الرضع المنخفض، ماشي، اللي هو هذه واحدة كانت من شنو؟ من العوامل. والعامل الثاني اللي هو العامل الثاني، طيب أنا شرحته قبل شوية، أذكرك به، ماشي. العامل الثاني خلو شنو؟ نظام الرعاية الصحي الممتاز، نظام الرعاية الصحي الممتاز، الاثنين دول، ماشي، الاثنين دول جعل شنو؟ جعلوا مجتمعنا ماله، جعلوا ساهموا في النمو السكاني الصحي في الأردن. ابقى ان احنا حلينا مشكلة بتاعت المقدمة، كتبنا الكلام عن المقدمة، لغايتنا ما في مشكلة. اما بالنسبة للخاتمة نكتب ان شنو؟ نكتب كلمة links عشان نربط بها بين شنو؟ يرتبط بشنو؟ بين المقدمة والخاتمة. ثم نكتب شنو؟ excellent health care systems، ماشي، اللي هو نظام الرعاية الصحي الممتاز اللي ورد في الخاتمة، ماشي، and contributing factors، والعوامل التي ساهمت to Jordan's healthy population growth، على النمو الصحي السكاني في الأردن، ماشي. لو عايز تكتبهم تكملهم تكتبهم، ماشي، لو عايز تكتفي بكده عادي. لو عايز تكتبهم اللي هو اكتب اللي هو معدل الوفيات المنخفض وكده، يعني ماشي، اذا عايز تفاصيلهم. لكن لو ما عايز تفاصيلهم، لو كتبتهم كده سهلين، عشان في الخاتمة اثنين فائدتين اساسيات، انه نحن حصلنا بما حصل في المقدمة، حصلنا على نظام رعاية صحية ممتاز، وحصلنا على شنو؟ على عوامل أدت إلى النمو الصحي السكاني في الأردن. ده اللي نحن استفدنا منه في الخاتمة. أقرأ الخاتمة في الفيديو اللي مضى بصورة دقيقة، بتلاقي هذا الكلام اللي موجود فيها، ماشي. إذا ضربت بين المقدمة والخاتمة، يعني باختصار كده إنه أنا عايز أقول إيش بالعربي، أقول إنه الأوضاع الصحية في الأردن من بين الأفضل، الأحوال الصحية في الأردن أو الأوضاع الصحية في الأردن من بين الأفضل في الشرق الأوسط، وهنالك عوامل جعلت مجتمعنا أكثر صحة، وهي التطورات في التعليم والأوضاع الاقتصادية والصرف الصحي والمياه النظيفة والغذاء والسكن. وهذا يرتبط، هذا الكلام يرتبط مع شنو؟ مع نظام الرعاية الصحية الممتاز. ده كلام ورد في الخاتمة، اللي هو هيلث excellent health care system، ويرتبط مع شنو؟ مع العوامل التي ساهمت في النمو السكاني الصحي في الأردن، and contributing factors to Jordan health care population growth. بس هذا الكلام اللي أنا عايز أقوله. جميل، ده الربط بين المقدمة والخاتمة، إنه تأتي الخاتمة لتؤكد ما ورد في المقدمة. جميل، طيب نشوف السؤال الرابع اللي هو الأخير، برضو critical thinking في التمرين، ماشي. التمرين شوية هو كده يعني بايخ، ماشي، علشان كله critical thinking، كله تفكير ناقد، مع انه هو سهل، يعني ما فيه حاجة، سهل وواضح بس كتير يعني، ماشي. طيب قال is the language formal or informal، هل لغة التقرير رسمية ام غير رسمية، how can you tell، وكيف يمكنك ان تؤكد ذلك،
هل اللغة بتاعت التقرير رسمية أم غير رسمية؟ طيب ماشي، أنا عارفك إنك أنت كلمة رسمية وغير رسمية دي ما راكبلك في راسك أو ما قدرت تفهمها. اللغة الرسمية هي اللغة اللي نحن بنستخدمها مع الأشخاص المطالبين باحترامهم غصبا عننا. مثلا اللي هو لو بدي أقدم خطابات لوزراء مثلا في الوزارات أو للمؤسسات الحكومية أو غيرها، مثلا عايز أتخاطب مع وزير أو عايز أتخاطب مع مدير في العمل أو مدير، بتستخدم لغة رسمية. يعني شنو؟ يعني لغة رسمية لغة محترمة ومنظمة ومرتبة، كلمات صحيحة وواضحة وتعابير واضحة. جميل. اللغة الغير رسمية هي اللغة اللي بتستخدمها مع صاحبك مع زميلك مع الأطفال الصغار وفي الشارع وفي الأماكن زي كده. ماشي. يعني اللغة الغير رسمية ما بنستخدم فيها، يعني انت مثلا لو عايز وجدت لك حد مثلا بتتكلم معه مثلا، بتشوف في الحوارات مثلا في الحوارات التلفزيونية وفي التقارير وفي الأشياء اللي زي كده بتكتب باللغة العربية الفصحى. ماشي. لكن يعني بيراعوا فيها أشياء كثيرة جدا. ماشي. باللغة العربية الفصحى. هذا التقرير هذا كتب بلغة رسمية. ليش؟ لأنه كتب بلغة عربية فصحى، يعني لغة إنجليزية فصحى، ما فيه كلمات دارجية. الحاجة المهمة كمان يعني من ناحية بتاعت قواعد، أنت بتعرف doesn't و don't و didn't، أفعال مساعدة. doesn't اللي هو does زائد not و don't do زائد not. في الكلام الرسمي ماشي، هذه does تكتب لحالة و not تكتب لحالة منفصلين. في الكلام الغير رسمي بنجمعهم مع بعض doesn't. ماشي. doesn't don't ده في الكلام الغير رسمي. إما في الكلام الرسمي في التقرير هذا كله لم يرد أفعال نفي، أفعال مساعدة مربوطة مع not، لا توجد. ده دليل على إنه هذا التقرير كتب بلغة رسمية، لغة محترمة منظمة مرتبة. ماشي. طيب يلا عايم معاي هنا. ماشي. عندك مثلا قال أجاوب لك عليهم وأشرح لك واحدة واحدة. The language is formal. أول حاجة اللغة رسمية، لأنه أصلا هذا التقرير مكتوب من وزارة التربية والتعليم، يعني مكتوب للطلاب، بالتأكيد كتب بلغة إنجليزية فصحى، ما كتب بالدارجي، يعني لا فيه إيش ولا شو ولا هيك ولا كل الكلمات اللي بنستخدمها ولا يا زلمة ولا الكلمات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية العادية في الأردن، مش موجودة أي كلمة دارجية هنا في هذا الكلام. كل أوضاع صحية، تعليم، صحة كده، يعني ماشي، كلمات كلها كبيرة رسمية. طيب أقول the language is formal، أول حاجة اللغة رسمية. أول دليل على إنها هي لغة رسمية زي are no contractions، ماله لا توجد اختصارات. ما قصد بيه prevention اللي هو هنا contractions معناها يعني مثلا does و not مع بعض doesn't ما موجودة، do و not مع بعض don't مش موجودة. يعني توجد شنو؟ الفعل المساعد لحاله و not لحالة في اللغة الرسمية، لازم يكتبوا مفصولين لا يكتبوا مع بعض. أول حاجة في التقرير كله من بدايته لنهايته من المقدمة لغاية الخاتمة لا توجد فيه اختصارات. جميل. ده الدليل الأول. الدليل الثاني the sentences are quite long، الجمل طويلة جدا. انت بتعرف الكلام الغير رسمي اللي بينك وبين صاحبك او بينك وبين زميلك هو دايما بيكون مختصر. ماشي. يعني انا طالب مرة قال لي استاذ زاد هذا كيليوم، يعني انا افتكرت عنصر من عناصر كيميائية، يعني ماشي، هو قاسد في ذلك اليوم، عايم في ذلك اليوم كله اختصر لي في كلمة هذا كيليوم. ماشي. يعني أنا حسيت بأن حاجة تانية مختلفة عن اللغة نفسها، فبالتالي هو استخدم اختصارات، جمل قصيرة عشان يوصل بها شنو؟ عشان يوصل بها الفكرة بتاعته. إما أنا اللغة اللي كتبت بها التقرير كانت الجمل بتاعتها طويلة معبرة طويلة، فالجمل دايما الطويلة بتكون في الكتابة الرسمية. ماشي. اللي هو the sentences are quite long، الجمل مالا الجمل كانت مالا كانت طويلة تماما. ماشي. كمان فيها شنو؟ with relative pronouns، يوجد فيها اسماء موصول او ضمائر موصول. في الكلام الغير رسمي اللي بينك وبين صاحبك ما بتتطلب انه تستخدم له اسماء موصول، يعني الذي والتي والذين واولئك وهؤلاء، يعني حصل مرة قاعد تتونس مع صاحبك كده. ماشي. هذه في ضمائر موصول، معناتها هذه لغة رسمية. ده الدليل الرابع. الدليل الثالث، الدليل الأول لا يوجد بيناتهم شنو زي are no contractions،
contractions معناها شنو قلنا اختصارات لا توجد اختصارات قلنا the sentences are quite long والجمل مالة طويلة جدا جمل الكلام الغير مباشر بتكون قصيرة عشان تكلم بينك وبين صاحبك تقول له كلمتين يفهم عليك ماشي وكمان فيها ثلاثة with relative pronouns في ضمائر بتاعة موصول وإلى آخره كمان حاجة تانية the vocabulary is formal المفردات اللي استخدمت في التقرير كانت مفردات رسمية كلمات رسمية يعني ما كلمات دارجية كلمات رسمية ماشي كمان زي are linking expressions هنالك كلمات بتاعت ربط كلمات بتاعت ربط استخدمت في التقرير such as زي شنو مثلا as a result of ونتيجة لذلك ماشي according to وفقا لي and also بالرغم من بالله عليك انت لما تتونس مع صاحبك قاعد تقول له وبالرغم من ذلك ويعني مثلا وكنتيجة لذلك معقولة ما قاعد يحصل هذا الكلام هذه الكلمات لا تستخدم إلا في اللغة الرسمية ماشي إذن ده دليل كذلك أنه هنالك كلمات linking expressions expressions معناتها تعبيرات هنالك تعبيرات بتاعت ربط واستخدمت such as miss as a result كنتيجة لذلك و according to وفقا لذلك and also وبالرغم من وهكذا يبقى ده دليل على ان شنو على انه اللغة التي كتب بها التقرير لغة ما لا رسمية وبعد ذاك شنو the statistics ماشي statistics اللي هو إحصاءات توجد إحصاءات في أرقام متوسط العمر المتوقع كده اللي هو إحصاءات included at to the شنو formality اللي هو formality اللي هو والإحصاءات المتضمنة في النص تضيف شنو إلى عامل الرسمية اللي هو أضافت يعني الكلام الغير رسمي ما فيه إحصاءات يعني أنت الآن لما بتشتري بتاع السوبر ماركت لو إنك أنت فاتح عنده مثلا دين يعني بتدين بتتسلف منه يعني ماشي وجاي تحسبه في آخر الشهر بتسأله كم حسابي بيقول لك مثلا 90 ليرة 100 ليرة 200 ليرة بتدفع له بتروح ما بتقول له يا أخي كده مثلا اللي هو قولهم لي بالتفصيل وكم 200 أخذتم وفي أي زمن وفي أي ساعة وفي أي شهر وفي أي يوم من الأيام ويعني ختمهم وياك وتطلع لك في صورة بتاع التقرير لا مش موجود هذا الكلام هذا الشيء انت اخذته وبتثق فيه وبتثق في كتابته فبالتالي بتقوله ده كلام غير رسمي اما الكلام الرسمي توجد احصاءات دقيقه في احصاءات دقيقه جدا بناء على منظمه اليونيسيف ما ذكرت في النص ماشي اللي هو اذا هذه الاستاتستكس اللي هو الاحصاءات بتدل على انه هذه اللغه لغه رسميه يبقى دول حوالي 7 أو 8 اسباب تدل على انه شنو على انه هذا التقرير كتب بلغه رسميه ماشي اذكرك بها اول لا يوجد فيه اختصارات يعني doesn't don't تكتب ما موجوده كده الجمل بتاعته طويله جدا the sentence are quite long نمره 3 with relative pronouns موجوده فيه ضمائر بتاعه وصل نمره 4 الفوكابلري بتاعته الكلمات اللي استخدمت is formal المفرده اللي استخدمت فيه ما لا رسميه بعد ذاك شنو زي are linking expression هنالك تعبيرات 5 هنالك تعبيرات بتاعه ربط مثلا زي شنو as result ونتيجة لذلك according to وفقا لي وأولزو بالرغم من وكمان توجد نمرة 6 statistics اللي هو إحصاءات تزيد من شنو من رسمية هذا المقال يبقى في 5 أسباب اللي هو انك انت احفظ اللي بدك اياه عايز تلخصهم بالطريقه اللي بتعجبك عادي ماشي اللي هو لو جاك عشان ما تحتار في الامتحان يكون عندك خلفيه عن هذا الاشياء جميل طيب لغايه هنا اللي هو هذا السؤال انتهى التمرين وانتهت التمارين اصلا طيب نشوف اسئله الوزاره وردت في صيفي معيدين 2021 وهذه ما وجدت عليها نظام يعني مثلا اللي هو طيب كل النظامين يستطيعون يستفيدوا منها ما دام الماده ماده مشتركه يا جماعه ما في فرق بين ادبي وعلمي في اللغه الانجليزيه ماشي في اللغه الانجليزيه لا يوجد فرق بين ادبي وعلمي لان نفس الوحدات المقرره نفس ما بتقدر تعرف من وين نفس القواعد نفس كل شيء كله زي ما هو ماشي في خلافات في الرياضيات في اختلاف في مواد ثانيه مثلا في بعض المواد الثانيه لكن المواد المشتركه تظل زي ما هي يبقى اي حاجه مشتركه بينك وبين الاخرين الوزاره جابتها للاخرين لكن ما جابتها اياك حاول انك انت تستفيد من الاشياء اللي جات عند الآخرين عشان تقدر تدرب عليه وتعرف الطبيعة اللي ممكن تجيبها الأسئلة بتاعت الوزارة جميل إذن الكل يتابع معاي ماشي حل هذه الأسئلة بكل اهتمام وبكل شنو وبكل تركيز طيب السؤال الأول القطعة جاء سهلة جدا اللي هو 6 سؤال فقط ماشي اللي هو قال جوردان كوميونيتي سؤال الأول جوردان كوميونيتي becomes healthier أصبح المجتمع الأردني أكثر صحة
due to بسبب the advances of different fields بسبب التقدم في مجالات مختلفة. اكتب ثلاثة من هذه المجالات. write down three of these fields. اكتب ثلاثة من هذه المجالات. المجالات التي جعلت المجتمع الأردني أكثر صحة. المجتمع الأردني أكثر صحة وردت في مقدمة التقرير هي الإديوكيشن مجال التعليم وإيكونوميك كونديشن الأوضاع الاقتصادية سانيتيشن الصرف الصحي كلين ووتر المياه النظيفة ديتا اللي هو الغذاء أن هاوسينج والسكن. أنا ذاكرهم لك الستة أنت اختار منهم ثلاثة فقط. جميل؟ ثلاثة فقط. نشوف السؤال الثاني. قال two main factors have been contributing ساهم عاملان رئيسيان to Jordan's health population growth اللي هو ساهم عاملان رئيسيان في النمو السكاني الصحي في الأردن. write down these two factors اكتب هذين العاملين موجودين في الخاتمة عاملين في الخاتمة اللي هم the low infant mortality rate معدل وفيات الرضع المنخفض ماشي ساهم في النمو الصحي السكاني للأردنيين as well as وكذلك excellent health care system نظام الرعاية الصحي الممتاز. الاثنين دول ساهموا في النمو السكاني الصحي في الأردن. جميل. الاثنين وردوا في الوشنو في الآخر شيء وأنا حليت عليهم في 25 سؤال المضى تقريبا 3 أسئلة بصيغ مختلفة على هذه الفقرة وعلى الجزئية الفوق 3 سؤال بصيغ مختلفة ماشي؟ طيب أرجع للفيديو السابق ضروري ضروري جدا جدا إذا كنت ما شاهدته. نمرة 3 find the phrase جد العبارة in the text في النص that means التي تعني اللي هو the length of time that a person or animal is expected to live طول الفترة الزمنية التي يتوقع أن يعيشها شخص أو حيوان ما. هذه الكلمة life expectancy متوسط العمر المتوقع ده تعريفه في كلمات إنجليزي عرفته إياك اللي هو بصورة تقريبا في اليوم وفي المضى برضو في الفيديو المضى عرفته إياك واليوم برضو تقريبا في life expectancy على ما أعتقد اللي هو من بين شنو من بين الكلمات اللي هو أنا عرفته إياك ماشي. طيب يبقى كلمة life expectancy هي العبارة التي تعني طول الفترة الزمنية التي يتوقع أن يعيشها شخص أو حيوان ما. نمرة 4 quote the sentence اقتبس الجملة which shows التي توضح the impact. impact معناها تأثير تأثير the effect يعني the effect impact التي توضح تأثير of careful planning التخطيط الحذر. اقتبس الجملة التي توضح تأثير التخطيط الحذر أو التخطيط المدروس أو التخطيط الدقيق يعني ماشي on healthcare على الرعاية الصحية. الجملة بتقول شنو واضحة في النص بتقول as a result of careful planning وكنتيجة للتخطيط الحذر the number of healthcare services أن عدد خدمات الرعاية الصحية has been increasing قد ازداد rapidly بسرعة over the past years خلال السنوات الماضية. دي الجملة الموجود فيها كلمة التخطيط الحذر اللي هو careful planning نقولها من النقطة إلى النقطة. جميل. اللي هو careful planning اللي هو هذه الكلمة مهمة معناها تخطيط حذر أو تخطيط مدروس يعني بتقوم به الدولة ماشي. طيب نمرة 5 what does the underlined pronoun it's refer to الضمير it الذي له تحته خط أو مكتوب باللون الغامق مثلا إلى ماذا يشير الضمير لها الذي تحته خط اللي هو it's بيشير إلى شنو the country وهي كانت شرحتهم في المرة الماضية وعملت لهم ملخصات لكل الضمائر اللي ذكرت في النص. يبقى it's بتعود لشنو لذا كنتري أرجع ليها في النص عندك أمامك في الدوسية بتلقاها لذا كنتري. جميل. طيب عندنا نمرة 6 قال يلا ده نمرة 6 آخر سؤال وهو critical thinking. جميل. طيب أنا أكتب لك إجابة وإنت حاول استعين بها. قال the reputation of Jordanian doctors has spread انتشرت شهرة الأطباء الأردنيين in the region في المنطقة. شهرة الأطباء الأردنيين انتشرت في المنطقة. suggest ماشي suggest three different reasons اقترح ثلاثة أسباب مختلفة for the good reputation للسمعة الحسنة ماشي of Jordanian doctors للطبيب Jordanian doctor للطبيب الأردني. يعني بيقول إن شنو انتشر سمعة الأطباء الأردنيين في المنطقة. اكتب ثلاثة أسباب مختلفة اللي خلت إنه يكون في سمعة حسنة في المنطقة عن الطبيب الأردني. جميل. أنا كاتب لك ثلاثة إذا عجبوك ماشي إذا عندك لهم ثلاثة بدائل اكتب الثلاثة بتاعينك بس يكونوا صحيحين. جميل.
الحاجات اللي خلت الطبيب الأردني سمعته جميلة، نمرة واحد he has a high efficiency and experience، لديه كفاءة وخبرة عالية. efficiency كفاءة معروفة، واكسبيرينس خبرة. ما عارف واحدة فيهم اكتبها عندك في دفتر الكلمات واحفظها عشان تساعدك على هذا الكلام، ماشي؟ اللي هو efficiency اللي هو كفاءة، واكسبيرينس خبرة اللي هو عنده كفاءة وخبرة عالية، ماشي؟ ده الطبيب الأردني، فبالتالي ساهمت في انتشار سمعته الحسنة في شنو؟ في المنطقة. نمرة اثنين، هو يستخدم طبيب الأردني and advanced medical tools and equipments، يستخدم أدوات ومعدات طبية متطورة، ماشي؟ بيستخدم أدوات ومعدات طبية متطورة في عياداته الخاصة أو في المستشفيات الخاصة اللي بيشتغل فيها، فبالتالي هذا ساهم في شنو؟ في نشر السمعة الطيبة عنه في المنطقة. نمرة ثلاثة، نمبر سي، he treats patients، اللي هو يعالج المرضى، اللي هو with suitable financial costs، اللي هو بتكاليف مالية ما بنقول عنها منخفضة ولكنها مناسبة، مناسبة اللي هو مال suitable مناسبة، بيعالج المرضى بتكاليف مالية مناسبة، اللي هو نمبر A he has a high efficiency and experience، نمبر B he uses an advanced medical tools and equipment and equipments، نمبر C he treats patients with a suitable financial cost. ترجمهم انت عندك، اكتب في الدوسي امامك، اللي هو لديه كفاءة وخبرة عالية، يستخدم ادوات ومعدات طبية نمبر بي متطورة، نمبر سي اللي هو يعالج المرضى بتكاليف مالية مناسبة. الناس اللي عندهم الدوسيات القديمة هذا الكلام مش موجود فيه، الاسئلة بتاعت الوزارة هذه مش موجودة، الناس اللي عندهم الدوسيات القديمة هذا مش موجود فيه، ماشي؟ حاول انك انت بقدر امكان راسلني او اكتبه الان عندك، هو بس الوحيد اللي مش موجود يعني عندك في الدرس هذا، ماشي؟ علشان هذا الامتحان ولد 2021 يعني السنة اللي فاتت، مش كده؟ اللي هو 2021، فبالتالي في الدوسية الجديدة موجود، في الدوسية الجديدة عندك موجود، عشان هي محدثة الدوسية الجديدة. انت لو عندك نسخة من الدوسية القديمة عايز دوسية جديدة اتواصل معي على شنو؟ تواصل معي على واتساب، وانا شنو بزودك بالرقم الان هون بيصهروا عليك، اللي هو في شنو في دوسيات العناوين بعناوين الدوسيات الخاصه بي في المستوى الثالث، حاول تواصل معي رسائل على واتساب، رسائل فقط ما بقدر ارد على مكالماتك، ماشي؟ لكن رسائل فقط، وبعد كده بتواصل معك برد عليك مباشر في الرسائل وبوجهك وبرسل لك الصيغه بتاعتهم PDF وانت اطبعها في اي مكان عايز تنزلها في كمبيوترك تقرا منها عايز، عادي لك كامل الحريه، ماشي؟ جميل، لغايه هنا بتكون اللي هو انتهت شنو؟ انتهت القطعه بتاعتنا، وان شاء الله الى ان نلتقي في الفيديو القادم باذن الله، ماشي؟ في قطعه اللي هي الرابعه الاخيره، وبنشتغلها كذلك ان شاء الله، وبنشتغل عليها اسئله وزاره من سنوات سابقه، اذا هي اصلا وردت في اسئله وزاره من سنوات سابقه، حاول انك انت بقدر الامكان احصل على النسخ الجديده للدوسيات، ماشي؟ علشان تقدر تتابع معي في الدوسيه نفس التسلسل ونفس الطريقه، وتقدر تفهم عليه بصوره كويسه ان شاء الله. لغايه ما القاكم في الفيديو القادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.